السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي الكرام، جد لقاءنا معاكم من قناة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين. تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب، امتى احط الأرنبة الأنثى للذكر؟ بعد الولادة مباشرة ولا بعد أسبوع من الولادة ولا بعد 10 أيام من الولادة؟ يا أبو نرمين أنا احترت يا أبو نرمين، ناس بتقول لي حط الأرنبة يوم ما تولد، وناس بتقول لي حط الأرنبة تاني يوم الولادة، وناس بتقول تالت يوم الولادة، وناس بتقول بعد أسبوع، وأنت بتقول بعد 10 أيام. فما تستعجلش وكمل الفيديو معانا للآخر. أنا يا جماعة بنتكلم على وضع الأنثى للذكر تتلقح بعد الولادة بكام يوم، عشان خاطر ده بيكون على حسب عدد الخلفات. يعني الأم يا جماعة جايبة مثلا أرنب أو اتنين أو تلاتة، ممكن أحطها في اليوم التاني أو التالت يا جماعة. طب لو جايبة 5 أو 6 أحطها مثلا بعد أسبوع. طب لو جايبة 7 8 9 أحطها بعد 10 أيام تتلقح من الذكر. يبقى انت كده بتحافظ على صحة الام وبتحافظ على الخلفات الصغيرة اللي عندك. ليه؟ عشان خاطر الخلفة تاخد حقها في الرضاعة والام ترتاح يا جماعة بعد الولادة، تمام؟ يبقى انت كده بتحافظ على صحة الام، بحيث ان لما تيجي تفطم الارنب الصغير تفطمه على عمر 35 يوم، ما تفطموش على عمر 30 يوم او 25 يوم، وبكده الارنب زعل منك وممكن يحصل له حاجه اسمها صدمه فطام، وتيجي تبص تلاقي بتخسر الخلفات الصغيره بعد الفطام، خصوصا ان بقى الارنب لسه التكوين الجسماني بتاعه والامعاء والمعده ضعيفه، هيبدا يعتمد على العلف. العلف يعمل له مشاكل معويه وانتفاخات واسهالات، تيجي تلاقي نفسك حضرتك بتخسر الارنب بتاعتك ارنب ورا التاني. معلومه سريعه كده على السريع يا جماعه، دي كانت حلقه النهارده، امتى احط الارنبه للذكر؟ الافضل ان بعد 5 أيام لو معاها 3 أو 4 أو 5، بعد 7 أيام لو معاها 6 أو 7، بعد 8 أيام، بعد 10 أيام لو معاها 8 9 10. الكلام ده يا جماعة حطها بعد كام؟ بعد، ولو 7 كمان حطها بعد 10 أيام. تمام يا شباب، دي كانت حلقة النهاردة، أشكركم لحسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.